هذا آرثر قاتل مأجور كيخلي لك أي جريمة كلفتيه بها تبان في حي الحادث. هذيك اللعيبة ديال زلق طاح مات. من بعد ما رونا في الميريكان داب راسو مات وعلق البرازيل فيها بدحية جديدة. وهو دخل لواحد القهيوة كيجلس فيها ديما غنشوف واحد البنت مراقباه. جابت لي السرباية قريعة وغيبان باللي عجباته غير هي مشات والبنت اللي مراقباه جات جلست حداه جبدات لي التليفون وراتو تسجيل كيبين كيف الزيف الموت ديالو وقالت لي قال لك الشاف ديالها تقتل لي واحد ثلاثة بالطريقة ديالك ولا يخلي ضربوك. صاحبنا ضريف تجي على صندالتي والله ما يعزها فيك تقول لي الله يرحم الوالدين قتل لي هذاك يقتلوا ليك وفابور. لا لا دروش ولكن توصل معاه للتهديد ينوفر الكدار تعبوك. طلف جناب وحسب الرجال اللي معاها دور فراسو كعيدر يصفها لوالديهم. هنا جبت التليفون صورها البنت بغات تيري في كالها بالطبلة وضرب ما بين الوجه نعسها. بقى واحد القرع جاي كيجر عنده حاودوا بها للراس غيبو تاني شير عليه بمستاكه وبلاصة لي وجهه فوق الشواية. من اللي صلاح حبهم ضرب على الكاميرا بانوا لي وحدين اخرين جايين وينقذ من الصور. نط البنت كتجري تشوف فيه مشى لقات غير البرد. في الليله نشوفوه مراقبهم وهما كيحاولوا يدخلوا اليخت اللي عايش فيه خلاهم حتى تجمعوا وفرقع كل شيء. مزيان تبارك الله حقا قال لك الشاف ديالنا تسخر ليه ولا يقتلك. اليوم غنضربوا عليكم كسكسو نتوما والشاف ديالكم. قصد واحد الميناء فيه لي كونتونير فتح وحده منهم جبد واحد الشنطه تما غنشوفوا باسبورات فلوس اسلحه. جبد واحد الباسي دخل فيه الصوره ديال البنت موراها خد عليها المعلومات حرق الهويه اللي اكتشفوه بيها خدا هويه اخرى وقصد تايلاند. مع وصل تما لقى وحده سميتها ماي كتسناه خداتو للدار ديالو دخل لقى مازال كيف ما خلاها هذه سنوات. فتح الارض وجبد واحد الشنطه حتى هي عامره بالاسلحه باسي وباسبورات غير حمرين. دخل المعلومات ديال البنت وبدا كيقلب على الاشخاص اللي كتخدم معاهم باش يعرف الشاف ديالها. في هاد الوقيته جات ماي كتجري دقات عليه من اللي خرج قالت لي بلي واحد الراجل كيضرب مراته وغادي يقتلها. خرج صاحبنا ضربت الله بغى ياكل لوز ويرجع في حاله. قالت لي ماي بلي ديما كيتكرفس عليها ويلا ما درنا والو يقتلها. صاحبنا ما عزيزش عليه يدخل في شي حاجه بعيده عليه حيت كيجي منا غير المشاكل. ولكن مور ما بقات ماي كتلح عليه هز الباطو وقصد اليخت ديالهم. مع وصل لتما لقى خدام كيبطن فيها طلب منه يبعد منها. قال لي ديها فمك شنو هو امي دار لي تصاد تصاد ضرب ولا عاودوا الوجه طاح على حديده مات. ما قالت عايشه في الراديو البنيه مسكينه على مزويناتها ما شافت الدم غيبات. لحقات عليه ما يعطاها لا تخرجها وهو نزل يقلب اليخت لقى تليفون وباسبور ديال البنت. فتح التليفون تما بانت ليه الصوره ديالو الشيء اللي كيعني بلي الشخص اللي مات ولا البنت كان مراقبه. دخل اليخت مزيان للبحر خوى عليه ليسونس ركب في الباطو ديالو شعل فيه العافيه ورجع للجزيره. سول ماي فين هي قالت لي ناعسه في الكوخ ديالك. مع دخل عليها وراها الباسبور ديالها وكانت سميتها جاينا. موراها وراها الصوره ديالو وقال لها اش كدير هذه عندك. اخر وحده شفت صورتي في تليفونها صيفطها واحد سميتو جرين بغات تمثل عليه البراءه. صاحبنا طايب حط لها الفردي في راسها وقال لها غدوي ونطير لمك الشقفه ديال راسك. البنت شافت زينها ما غينفعهاش مع هذا وهي تبدا تدوي. قالت لي بلي جرين شد عليها شي حاجه وصيفطها هي وداك الصاد باش يمثلوا عليه يجي هو يعتقها تولي تبغيه ويبغيها. هكا داروه في كرشهم ولكن تقلب كل شيء وصاحبنا خلاها تولي معاه باش يقلب الخطه على ظهرهم. خلاها ترتاح شويه والنهار الاخر نشوفهم جالسين وكتعاود ليه باش كيهددها جرين. قالت ليه باللي كانت مكلفه بواحد الملجا ديال ضحايا التجاره في الاطفال كل شيء كان غادي مزيان حتى لواحد النهار خطف ليها جرين واحد الولد صغير عذبوه مزيان ومن بعد ايام لقاتو ميت قدام الباب ديالها. ديك الساعه جا عندها الشخص اللي كيمثل باللي راجلها وقال ليها بلي لما عاوناتهمش جرين غيصفي الاطفال كاملين بنفس الطريقه وهذا الشيء علاش اضطرت تعاونوا. من بعد ايام بداو شي رجال ديال جرين كيراقبوهم وحتى صحابنا بداو كيمثلوا عليهم بلي دخلوا في علاقه. صاحبنا كيبان من التصرفات ديالو بلي كيبغيها وغدا يجي يتزوج بيها ولكن هو في الحقيقه مكونترولي راسو وهكا خاصو يكون القاتل ماجور. كون كنت انا نبقى هادي قنبوله الاخرى قنبوله حتى تفرقع عليا شي وحده غير هي هاد البلان ديالي يمثلو ما غيطولش بزاف حيت من بعد مده قصيره نعيشو غايه راك فاهم. صاحبنا مور نعيشو غايه في حيله طاح على راسو قرر يهرب وفي عوض ما ينفذ الطلب ديال جرين ويقتل دوك الثلاثه يقتلو هو نيت. قالت ليه البنت باللي الرجال ديالو ما يخليوش يوصل ليه. رد عليها باللي ما غيسيقوش الخبار حتى يقتلو. موراها عطاها واحد المكانه قال لها خليها ليه باه وطلب منها تحتفظ بها حتى يرجع.
نهار الاخر يكونوا كيتمشاو في الجزيره حتى غيدوروا من الرجال ديال جرين اللي كانوا متنكرين في الباس ديال البوليس. عيا صاحبنا ما يتقاتل معاهم ولكن دوروه بسلاح. خداو البنت وعطاو التليفون يهضر مع جرين، دار معاه اطلاقه، ومن بعد ايام غنشوفو دخل الفيلا ديالو في بانكوك. قلبات واحد البنت في الباب، موراها طلبت منه يجلس في واحد الكنافي. ما حد صاحبنا مسعود البروده سمع واحد القنبله اكتيفات، يعني لا حاول يوقف الخبار في راسه. في هذا الوقت عاد خرج عنده جرين، قال لي ارثر انت اول واحد ندير مع هذا البلان، اعطيني البنت خلينا نمشيو في حالنا ومريضنا ما عنده باس. بقى جرين كيضحك وقال لي كتهضر في حيله انا اللي جالس على قنبوله. لاح لي دوسي فيه الصوره والمعلومات ديال الهدف الاول وقال لي اون فوا تقتل لي الاهداف بثلاثه غنرجع لك جاينا ونخليك تمشي. هذا الصات اللي خاص ارثر يقتلو تاجر كبير ديال الاسلحه، وهو دابا في واحد الحبس، شي اللي كيعني بلي خاصو يدخل حتى لتما ويقتلو. ومن اللي يسالي معاه يشرب واحد الجهاز ديال التعقب، ديك الساعه جرين غيصيفط الرجال ديالو باش يهربوه. من بعد ايام غنشوفو صاحبنا كيدرس الخطه اللي يقتلو بيها. السجن اللي كاين فيه جاب واحد الجرف عالي كامل داير بالماء والماء عامر بالقرش، وحتى الا قدر يدخل داك الحبس صعيب يوصل العز، واحد الرجال ديالو ديما دايرين به وحاضينو مزيان. بدا صاحبنا التقلاب على شي مجرم مطلوع وحتى طاع على واحد كيشبه ليه. خرج تقدا السم باش يقتلو معدات يحتاجهم في الهروب، قادهم على شكل مسكه اللي بقى خبعو في الكارو. دار باسبور فيه تصويرته والسميه ديال داك المجرم، موراها خرج رونها في الزنقه. جاو البوليس شدوه، شافوا الباسبور لقاو السميه ديال داك المطلوب، ديك الساعه هزو الحبس بصفته هو. هكا قدر صاحبنا يوصل للسجن اللي فيه الهدف ديالو. قلبوا ديك المسكه والكارو اللي داير فيه السم ولكن عاقب والو وخلاو يدخلهم معاه. جرين كان وصى ارثر باش يخلي الجريمه تبان في حيله غير حادث، وحضروا الى مشى حتى زقلها وبرا جريمه غيسمح فيه تما. داكشي علاش مع دخل بدا كيراقب وكيحاول يعرف الاشخاص اللي عندهم عداوه مع العزوه باش يحميه منهم ويخليه يموت في حيله حادث. وهما في الساحه ضرب على واحد المبطبط مهرب موس، بقى عاصر عليه حتى جا وقت الغداء، دفعوا باش يدير روينه تما، استغل الفرصه وسرق ليه الموس. موراها بقى عاصر العزوه ومسني صاحب دعوته يجي ليه. في واحد الصباح يكون كيتريني الرجال ديالو ملاهيين، هنا قصدوا واحد عنده معاه شي حساب، وقف عند راسو يلا غيجبد الموس يصفيها ليه. شير عليه ارثر القلب قتلو. العزوه راد مخلوع حيت كان مشى فيها، شكر ارثر حيت عتقو وعرض عليه العشاء. في العشيه خذاه لعندو، شكرو مره اخرى، بقاو كيديو ويجيبو في الهضره حتى لواحد اللحظه غفلو ارثر وقش حبو بواحد العصا. ايام ما يترنح والو، صاحبنا دار ليه شدد العمى في الظلمه، ملي غيب خلط السم شربو ليه. الرجال ديالو سمعوا شي حاجه طاحت قصدوه، مع الدخله كان ارثر كلاه بواحد العصا في حيله جالس، قال لهم بلي ما بغى حد يصدعه وخرج من تما. ما داش بزاف ديال الوقت حتى خدم الانذار ديال السجن والدعوه ترونات. استغل صاحبنا الفرصه، جبد ديك المسكه اللي كانت عباره على ماده قابله للاشتعال، لصق فيها فلامه كانت في الكاره وفرقع الحيط. جاو الحراس كيجريو يشدوه، ولكن دهن واحد الكريم ريحته كتبعد القرش. صارت الجهاز ديال التعقب وتلاح في الماء قبل ما يوصلوا. الرجال ديال جرين كانوا مسنيينو، تبعوا الجي بي اس حتى لقاوه، هكا نجح في المهمه الاولى. اتصل بيه جرين طمنوا على جاينا وقال ليه ما تنساش راه مازال لك جوج اهداف. موراها صيفط ليه الصوره ديال الشخص الثاني اللي خاصو يقتل، وقال ليه عندك 36 ساعه تصفيها لوالديه ولا غير ودع صحيبتك. النهار الاخر غنشوفوا صاحبنا كيصور المبنى اللي عايش فيه الهدف ديالو ادريان. دوز مده هو مراقب التحركات ديالو، سيكوريتي فوقاش كيخرجوا ويدخلوا، وعرف حتى صاحب دعوتهم بلي بالعمان في واحد البيسين منه الحافه. موراها دار براسو باغي يشري شي بارتمان في نفس المبنى، وتلاقى مع واحد السمساره وهي كتسرك له غفلها وصور لها السوارت. في الاخير شاف البلان ديال المبنى ومشى في حاله. رجع للدار جبد شي مواد كيميائيه، بدا خلط من هنا خلط من لهيه حتى صاوب واحد الجسم كيتمدد من اللي كتزيد عليه واحد الماده، وكيدير تصدعات في البلاصه اللي مزروع فيها، يعني حايط على قدو يقدر يهرس والديه وغيبان في حيله طاح بوحدو. الصباح غنشوفو دخل المبنى، طلع البارطمان اللي وراتو السمساره، فتحها بالساروت اللي زور ودخل. تما فيكسه واحد الباره في الوسط، فتح الزاج لصقو فيها بالحبوله، هز الماتيريال ديالو وبدا كيتشعبط في المبنى. بقى طالع حتى وصل للبيسي اللي كيعوم فيه الهدف، جبد شي لعيبات كيلصقو في الزاج، بقى غادي بهم حتى وصل النص ديال البيسين. في هاد الوقيته غنشوفو صاحب دعوتو جاي يتشلبخ، جبد ارثر واحد شينيور، دار حفره صغيره في قاع البيسين وخشى فيها داك الجسم اللي صنع. مع طلع ادريان دق الشوكه في الجسم، البيسين تتقب والمبدا كيجر ادريان. ارثر هرب بالحبوله اللي كان رابط وسد موراه الزاج. ادريان عيا ما يتقاتل باش يعلق ما قدرش، ربي البيسين وجابها مع التروطوار. مع سالة ارثر المهمه، هز الماتيريال ديالو خلاه
قام زلع في الارض وتحرك من تما. في الليل عطاو يدير المكالمه ديالو الثانيه مع جاينا باش يطمئن عليها. في الوقيته اللي كان المساعد ديال غرينكي قاد الكاميرا غفلاته ودورتها للشرجم. ملي دازت لابيل وبدات كتهضر مع ارثر دارت براسها كتوريه الساعه وفي نفس الوقت كتشير ليه لواحد الرقم في الشرجم. فهاد اللحظه عقب بها المساعد جبدها معاه بواحد المسمنه وقطع الاتصال. ارثر رجع اللقطه زوم على داك الرقم قلب لقى ديال سفينه في واحد المرسى الشيء اللي كيعني بلي جاينا محبوسه فيها. كرا هليكوبتر ومشى للمرسى لقاهم تحركوا من تما. بدا كيدور هو والطيار في المنطقه اللي قريبه حتى لواحد اللحظه بانت ليهم. هز الماتيريال ديالو تلاح في الماء والطيار تحرك من تما. بقى عاصر حتى وصلوا عنده ديك الساعه تعلق فيها. جبد فردي دار في كاتم الصوت وبقى داخل كيتسلت والحارس اللي خرج قدامه كيصفي على والديه. ولكن هادشي ما طولش بزاف حيت كانوا كتار غمقوا عليه وكتفوه. دخلوه عند غرين قال لي انا نعطيك فرصه اخرى باش تكمل المهمه ديالك وتقتل الشخص الثالث، ولكن الا مشيتي حتى عاودتي هادشي غنقتل والديها. نهار الاخر نشوفو كيدرس الدوسي ديال الهدف الثالث. سميتو ماكس تاجر اسلحه لاباس عليه وكيعيش في قاعده عمر شي حد حاول يدخل ليها وبقى عايش. القاعده كتبان عاديه ولكن في لاكاب ديالها كيجهز ماكس غواصات بصواريخ عابره للقارات. مشى صاحبنا راقبها صور شي العيبات وفي العشيه غنشوفو كينيش في الحراس ديال القاعده من فوق السبيطار. ضرب واحد منهم في رجله وطلع تخبع في الهليكوبتر ديال الاسعاف. الهليكوبتر قصدت القاعده باش تعتق الشخص اللي تضرب. نزلوا تلهاو معاه تما استغل صاحبنا الفرصه وصلت ليهم. لصق جهاز كيشوش على الكاميرات وبقى داخل كيصفف الحراس. خدم جهاز الانذار. هنا الحراس هبطوا ماكس لواحد الغرفه مامنه باش يخبعوا بين ما يلقاو الداخل. مع سد موراه الباب ودخل يتخبع لقى ارثر جالس كيتسناه. سول واش جاي يقتلو. قال لي في الاول ولكن دابا عندي لك واحد الصفقه حسن. سولو شنو هي. قال لي غتعاوني نقتل العدو ديالك غرين. ماكس شافت البلانه يكلفو شويه د الفلوس ويخصو يدير براسو ميت ولكن حسن من انه يموت ديال بالصح. داكشي علاش بالزربه وافق. نهار الاخر نشوفو داخل المصنع ديال الغواصات اللي داير تحت الارض. بعد شويه على الرجال ديالو مع تفرقعت واحد القنبوله تلاح في الماء تما لقى ارثر دار ليه الاكسجين وخرجو. هكا قدروا يمثلوا الموت ديالو وقنعوا غرين بهذا الشيء. اتصل ارثر بغرين قال لي بلي ادى المهمه ديالو وطلب منه يجيب ليه البنت. غرين كان تفكر شو العجينه وناوي على خزيت. مور ما سمع بلي ارثر قتل ماكس صيفط الرجال ديالو يحتلوا القاعده وسرقوا الغواصات ووصاهم باش يقتلوا ارثر. ارثر في هذه الوقيته يكون خدام كيوجد باش يصفي لحبهم حيت حياته كامله هو كيتعامل في حالهم وعارفوا ما يغدروه. مع وصلوا للقاعده باش يسرقوا الغواصات اللي كان خدام عليهم ماكس بدا ارثر كينعس والديهم. شبك القرطاس والدعوه غترون. في هذه الوقيته يكون غرين كيتفرج في الرجال ديالو كيطيحوا واحد مورا الاخر. مور ما صفاهم كاملين هز واحد الموتور كيغطس به وقصد الباطو ديال غرين. والرجال ديال غرين حاطين جاينا طعم وحاضين العك. طلع ارثر من الماء بواحد الموس وبدا كيشلخ فيهم. خدا لواحد السلاح ديالو وشبكات قرطاس عاوتاني. غرين خدا البنت لغرفه القياده ريقل الباطو باش يتفرقع من هنا 3 دقائق. سمح فيها تما وقصد الهليكوبتر باش يعلق. ارثر وصل عندها دار في واحد الكبسوله ديال النجاه هربها وهو بقى يصفي حسابه مع غرين. غرين يلا غيطلع في هليكوبتر مع الفيدور ديالو. خرج ارثر تيره في واحد البيدود ليسونس فرقعوا على الفيدور وبدا كيتبادل التير مع غرين. ملي خواليهم القرطاس كملوها ليغا ارثر زرب على غرين بالكروشيات كتفوا بواحد السنسله وبدا كيجري من تما. يلا بعد شويه وكتسمع ديك بوم. من بعد مده وصلت فرقه الانقاذ. خرجوا جاينا اللي كانت في كبسوله النجاه. اما ارثر فغبر وما عرفاتش واش مات ولا قدر يفلت. دازت مده طويله رجعت جاينا للملجا اللي خدامه فيه وهي متاكده بلي ارثر عقدهم. ولكن في واحد النهار وهي خدامه لقات واقف عليها انا معك حروبات. في نفس الوقت غيكون ماكس كيعاود الفيديوهات ديال السفينه اللي تحطمات حتى غيبان لي ارثر خارج من واحد الطرف فيها كيتستعمل حتى هو على شكل كبسوله نجات وارثر غيكون تخبع فيه. داكشي علاش فلت من الانفجار. هكا قدر مره اخرى يصفى الاعداء ديالو وهم اللي كيقلبوا عليه بلي مات ومشى يكمل حياته مع التيتيز. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي كان معكم يوسف. نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.